ودخلوا الواد ده جوه وكسروا دخلوا الباب عنه. اتفضل امشي معانا بس تفرش. اتفضل يا نوري الاهلي، عمر النادي الاهلي ما كان محترم على الاخير يا ولدي، ولا الدنيا تقول كده ولا الدين ولا منعان. ده كفر اللي حصل، ده كفر يا صالح ياسمين انت وحسن حمدي كفر. بس اتكلم امين. نادي ما عندوش اخلاق، عمره ما كان نادي قيم. تعالى ده مش يا حسن يا حمدي، مش هيعمل كده. جمهور الاهلي، جمهور الزمالك محترم. جمهور الاهلي اوعى تقول لي زمالك محترم، الزمالك محترم ده جمهور الاهلي طول عمره جمهور غير محترم، ده اللي على اكتر من لازم، والعين بالعين والسن بالسن ما بقى اصلا. تعالوا شوفوا العربيات، وسع بس يا جماعه، ومهم كل زمالكاوي يشوف اهلاوي يضرب. ادي جمهور العربية من جوه، شوف العربية من جوه. الستات مالهم؟ سيدات محترمات. اقل واحدة في البيت عندي جزمتها بدماغ حسن حمدي. يا جماعة البيت ليه؟ البيت ليه؟ ده جمهور الاهلي البلطجي. جمهور الاهلي عمر ما كان نادي مبادئ وقيم، طول عمره نادي بلطجه. احنا اللي دلعناهم، الدولة والإعلام دلعتهم. حاجة بتعملها يا بيت كتير. لابسين ايه؟ احمر احمر اهلاويه. ومسكين الاعلام ايه؟ يعني حمرا. تبقى بنت ايه؟ لسه بتنزف وتاني عمليه بتنزف بتنزف يا شمير. بنتي بتنزف تقريبا اهو صوره. اللي حصل ان في اصابه بجسم صلب في الناحيه اليمنى الجبهه، عملت جرح متهتك في هذه الناحيه وعملت شرخ في الجمجمة، ده ادى لارتجاج في المخ. عملنا لها اشعه مقطعيه وعملنا لها الاسعافات اللازمه وهتحجز في المستشفى علشان تاخد العلاج بتاعها. بقول لك يا ريس مبارك، لو ترضى يبقى في بيت مصر محترم 10,000 واحد اقتحموه، ومدير امن الجيزه بيتفرج ما بعتش ولا ظابط الا بعد ساعه ونص ساعتين. لو يديك يا ريس مبارك انا موافق، انا عايز حقي وعايز حق بنتي. عايز حقها لسه واجه ولا الشهر؟ عايز حقها عشان بدي لقد عبد الغني التافه يقول لك دي افلام افلام. يا وجدي هوريك انا الافلام، هنتفلك بقى انك شعرايه شعرايه. هاخد حقي قول لي اسم مبارك محمود العدل، هقيس حقي. انا مانيش رئيس نادي الزمالك ولا عايز اقعد من الشعب، انا عايز حق بنتي دي. والدم كل نقطه دم نزلت منها مش هسيبها ولا يا طار معاهم. والله العظيم يا حسن ما انا سايبك، والله العظيم يا خطيب ما انا سايبك، والله العظيم يا كل شجع الجمهور دول وكل الم ملوث عمل التعصب الاعمى دول انا ما انا سايبه، مش عايز ابقى رئيس نادي الزمالك.
واضحه يا بنتي. كل قلم ملوث. رئيس نادي محترم بيطلع لاول مره مخزون، بيطلع في التلفزيون عندكم في اوربت. مظبوط؟ وأهمية النادي الاهلي وجماهيره، انت عايز مني ايه؟